احمد صديق يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ليه احمد دروب واحمد صديق حلوه يا خبر ابيض احمد صديق انما دروب محمد لك ايه ولما احمد صديق ظهير الاهلي الطائر لاعب كرة قدم بإمكانيات كبيرة لن تنساه جماهير النادي الأهلي. حفر اسمه بأحرف من نور في مركز الظهير الأيمن بكتيبة الشياطين الحمر. ساهمت عرضياته المتقنة وتحركاته على طول الجانب الأيمن بالمستطيل الأخضر خلال المباريات التي دافع فيها عن ألوان قلعة الجزيرة بتسجيل أهداف رائعة حسمت الفوز لصالح الأهلي. تنم عن ليقف والرابع هو والرابع هو واللمة هو أبا والرابع والرابع وسام حسني والرابع وسام حسني والرابع وسام حسني افتح الرابع يا ابني. ولعل أبرز هدف صنعه أحمد صديق الظهير الطائر خلال مسيرته مع الفريق الأحمر حينما أرسل عرضية ولا أروع للقناص أسامة حسني الذي ترجمها لرأسية هزت شباك محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الزمالك آنذاك خلال نهائي كأس مصر نسخة 2007 والذي آلت نتيجته لصالح المارد الأحمر بفوز مثير بنتيجة 4-3 ليتوج بأعرق البطولات المحلية. النادي الأهلي بطل لكأس مصر موسم 2006-2007 لحظة الفوز على نادي الزمالك في الكلاسيكو الأشهر 4-3. أحمد صديق ولد في 16 من أغسطس عام 1983 بمحافظة الفيوم ويعتبر الظهير الأيمن المتميز اللاعب الوحيد الذي خرج من النادي الأهلي 3 مرات وعاد إليه حيث كان يلعب بنادي الفيوم قبل إعارته للعب بصفوف فريق شباب المارد الأحمر موسم 2003-2004 وبعدها انتقل صديق إلى نادي إسمنت أسيوط ليلعب فيه موسمين قبل العودة للعب مع الفريق الأول بالأهلي خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009 ثم رحل لينضم لفريق الإسماعيلي قبل أن يعود مجددا في عام 2012 مرتديا القميص الأهلوي وبعد عام واحد فقط انتقل للاتحاد السكندري. سجل صديق 3 أهداف خلال مسيرته مع النادي الأهلي الأول كان أمام شبيبة القبائل الجزائري بدور أبطال إفريقيا في عام 2006 وهدف في الدوري الممتاز مزق به شباك الأولمبي السكندري خلال موسم 2006-2007 رجله قبل ما تلمس الارض حلوه 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 3-0. اما الهدف الثالث كان في نفس المسابقه ولكن في شباك الترسانه موسم 2008-2009 احمد صديق حلوه يا خبر ابيض احمد صديق. ولعب احمد صديق لعده انديه محليه اخرى هي فرق الداخليه وحرس الحدود والنجوم. واحد من أفراد الجيل الذهبي الحقيقة، واحد من الأجيال الذهبية كتيرة اللي حققت كتير من البطولات للنادي الأهلي وصاحب بصمة مهمة جدا وجناح طائر على أحسن طراز كابتن أحمد صديق نجم النادي الأهلي ضيفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا زحمة. أهلا وسهلا منورنا. ربنا يخليك يا زحمد. بص اليمين دي كتير قوي ها. الحمد لله. هداف يا كابتن أحمد، ظهير أيمن بس الحقيقة كان ليك أهداف كتيرة جدا وأهداف يعني تنم عن في موهبه وفي كوره على اعلى مستوى عند كابتن احمد صديق. الحمد لله يمكن ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يبقى يعني شوك الدفاع كان بيبقى رقم واحد بالنسبه لي لكن النواحي الهجوميه الحمد لله كانت الواحد بيأديها بشكل كويس وكل طبعا يعني من خلال خبرات الواحد اكتسبها وخلال طبعا الشغل المدربين الناس اشتغلت معايا كتير الواحد ازاي اشتغل على الجون فكله بفضل الله سبحانه وتعالى. بس
الظهير تحديدا بيبقى عمله نادره قوي اللي عنده قدرات دفاعيه على اعلى مستوى وفي نفس الوقت يقدر يهاجم ويساند فرقته وكمان يجيب اجوال. يعني لما نبص على تاريخ والناحيه اليمين دايما مميزه في النادي الاهلي والشمال عشان ما تزعلش برده، بس يعني عندنا دايما لعيبه كان عندها قدرات هجوميه على اعلى مستوى الحقيقه في النادي الاهلي. طبعا بيفرق كتير جدا، بتبقى يعني بالنسبه للباكين الباك رايت او الباك ليفت طبعا بيبقى الواحد الدفاعيه رقم واحد. أيوه. لكن طبعا كل ما بتطور من نفسك وتشتغل في الناحيه الهجوميه بتضيف لك كتير جدا طبعا، بتفرق معاك كتير جدا وكمان بتساعد انه مدرسه الاهلي يعني هجوم حتى النفس الاخير يعني. طبعا يعني احنا انت متعود على المكسب، النادي الاهلي متعود دايما على المكسب، فطبيعي جدا ان انت الشغل الهجومي بيبقى اكتر بكتير جدا من الشغل الدفاعي. ايوه بيبقى في كبوات في بعض الاوقات وانت في الفريق، وبالتاكيد هو مفيش زي ما كنت بقول للناس في الاول، مفيش فريق في الدنيا كلها مهما كان اسمه ومهما كانت جماهيريته ومهما كان حجم بطولاته بيكسب على طول خط. لما كان بيحصل لكم كبوه في يعني في مشوارك مع النادي الاهلي انتوا كلاعيبه كنتوا بتتعاملوا معاها ازاي؟ لا طبعا طبيعي جدا، كنت القدم مكسب وخساره وده وارد جدا يعني. أيوة. فيمكن احنا حتى الفتره دي مرت علينا كان من اصعب الفترات او اصعب المباريات اللي مرت علينا كان نهائي افريقيا مع النجم الساحلي في استاد القاهره و100 الف متفرج وخسرنا المباراه. ولكن يمكن مستر مانويل في وقتها نزل ارض الملعب بعد المباراه مباشره وقال لنا مش عايز حد يزعل، احنا السنه الجايه في 2008 احنا هنكسب البطوله وهنبقى في اليابان، وفعلا ده اللي حصل. فبالعكس النادي الاهلي طبيعي جدا انه هيعدي المرحله دي بسهوله باذن الله، هيعدي المرحله الصعبه، مش هنقول صعبه بمعنى كلمه صعبه، الحمد لله اول دوري فرق كبير جدا من النقاط حوالي 14 نقطه تقريبا بينك وبين نادي الزمالك. فانا شايف انه مش عايزين نقول كبوه قد ما نقول ان شاء الله نركز في اللي جاي، عندنا بطوله افريقيا اهم بكتير جدا، الحمد لله الدوري بنسبه كبيره ان شاء الله محسوم، الحمد لله بتادي فيه بشكل كويس، طبيعي جدا وارد جدا انك بعد التوقف ده ان المستوى يبقى فيه تراجع بعد الشيء ده طبيعي جدا، عندك اصابات كتيره جدا غيابات. فانا شايف ان مباراه امبارح دي يعني طبيعي جدا تكون موجوده في كره القدم يعني. صحيح، وفريق بحجم وده اللي كنت بتكلم فيه مع جمهور النادي الاهلي، فريق بحجم النادي الاهلي حسابه دايما في نهايه السيزون، يعني طبيعي جدا انك لما تفوز ببطوله دوري ولا ان شاء الله باذن الله تفوز ببطوله بطوله ابطال افريقيا ويبقى عندك ماتش ولا ماتشين خسرتهم مع الزمالك او غيره ما هياش نهايه المطاف يعني. لا طبعا، ما انا بقول ده اولا ده وارد في كره القدم. أيوه. بشكل كبير جدا، خصوصا ان انت بالنسبه لك انت الحمد لله متعود على المكسب، متعود على البطولات، ماشي بطولة الدوري بشكل كويس جدا، أول هزيمة في الدوري بعد حوالي 22 مباراة تقريبا أو 21 أنت متأجل لك ماتش أو حاجة زي كده. فده بالعكس ده شيء طيب جدا، والراجل حتى يعني عامل سيزون محترم جدا طبعا مع الأهلي فايلر يعني، راجل كسبان 18 ماتش ومتعادل ماتشين وخسران ماتش ومخليك يعني أول دوري وموصلك قبل نهائي أفريقيا. لا ما أنت حاجة، أنت لو هتبص للنتائج على يعني على الموسم كامل، لا بالعكس أنت النتائج كويسة جدا، النتائج وأداء كان بشكل كويس جدا. إيه اللي تقوله للعيبة في الفترة اللي جاية؟ إحنا عندنا يعني انا اختلف معاك شويه في فكره ان بطوله الدوري محسومه دي، يعني الاهلي عودنا انه لغايه لما بالورقه والقلم وحسابات النقاط يبقى الدوري فعلا محسوم للاهلي احنا بنلعب لاخر ثانيه، لكن الاهم كمان في بطوله افريقيا، ايه اللي تقوله للعيبه النهارده؟ لا هي اللعيبه اكيد عارفه هي عندها ايه ومركزه في اللي جاي. بقول لحضرتك انت الطبيعي جدا كسبت تعادلت خسرت بعد المباراه مش هقول لك بساعه ولا اتنين، ممكن في اوضه اللبس الموضوع بيختلف وتفكر للي جاي. أيوة. يعني كلنا في النادي الاهلي متعودين على كده، وانا متاكد ان ده اللي حصل بعد المباراه مباشره، الناس فكرت في المباراه اللي بعدها سواء دوري سواء بتفكر في قبل نهائي افريقيا. عندنا الجونه اهو يعني النهارده كل طبعًا. الكلام هتلاقي الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص، ماتش وخلص. بص يمكن ده في المقابل كان بيحصل وانت كسبان، احنا ممكن بيجي علينا وقت واخد بطوله افريقيا وبعدها ب 48 ساعه او 72 ساعه عندك مباراه في الدوري، خلاص بتقفل صفحه البطوله اللي انت خدتها وبتركز في الدوري، نفس الشيء في هزيمه مباراه في دوري طبيعي جدا هتقفل الصفحه دي وهتفكر في اللي جاي. ايه نوع المسانده يعني مفهوم بشكل كبير جدا، انا عايز انقل روح المستطيل الاخضر للجمهور. طبيعي جدا انا لما بكسب وبحقق انتصارات طول الوقت ومفرح جماهيري انه الجماهير تبقى ملمومه حواليا وبتهتف لي وبتساندني، لكن لما بتعطل شويه ولا بخسر ماتش ولا حتى بتضيع مني بطوله، انت كلاعب وانت يعني افتكر كده الوقت اللي كنت فيه في الملعب كنت بتبقى مستنيين ايه من الجمهور؟ ولما الجمهور بيشد عليكوا شويه او بتحسوا ان الجمهور يعني كان قاسي شويه في تقييمه ليكم او في هجومه عليكم كنت بتبقوا مستنيين منه ايه او بتبقوا عايزين تقولوا له ايه؟ لا احنا كلنا عارفين ومقتنعين ان جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد، يعني لو الفرقه 11 يبقى هو رقم واحد، لو الفرقه نقول 12 بالجمهور يبقى هو رقم واحد، ده كلنا متعودين على كده، عشان كده بقول لك ان شاء الله هتلاقي
هتلاقي ان شاء الله الجمهور بيساند بشكل كبير جدا. هو متعود ان الاهلي رقم واحد في كل حاجه، مكسب دوري افريقيا مباراه وديه، والاهلي الجمهور او الاداره او اللعيبه نفسها عايزه تكسب. احنا خد بالك احنا متعودين على ثقافه الفوز في كل حاجه، صدقني حتى في المباريات الوديه مهم جدا النتيجه. فانا واثق ان الجمهور بالعكس هيدعم، وهيدعم بشكل كويس جدا، لانه عارف ان الفرقه ماشيه بشكل كويس. اول دوري فرق كبير جدا في البونت بينه وبين اقرب المنافسين ليه. أيوه. تاني حاجه عنده بطوله افريقيا، ودي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره. فانا بقول لك انه بالعكس اكيد هيدعم بشكل كويس جدا، المسانده مهمه جدا. انا ضربت لحضرتك مثال بطوله افريقيا، كنا واخدين بطوله 2006 وجينا في 2007 خسرنا البطوله وعلى ملعبنا، بالعكس الجمهور شجعنا، وبقول لحضرتك في ارض الملعب اتعهدنا كلنا ان احنا البطوله اللي بعدها على طول ان احنا ناخد البطوله نبقى في اليابان، وفعلا حصل. ايوه. فانا شايف ان مفيش مشكله خالص، الجمهور عارف وجمهور واعي وعارف قد ايه الفرقه ماشيه بشكل كويس جدا. مباراه قمه وكل حاجه، لكن في الاهم، فاكيد هيبصوا اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. انت جيل وفتره ذهبيه كابتن احمد في النادي الاهلي، كم بطوله مع النادي الاهلي حققتها؟ تقريبا حوالي 18 بطوله. 18 بطوله ما شاء الله، الحمد لله. رقم كبير جدا. في كام سنه لعبتهم او لعبت فيهم؟ انا عارف انك يعني رحت وجيت، هنتكلم. خمس سنين. خمس سنين حققت 18 بطوله بالظبط كده. ما شاء الله، الحمد لله. اهم البطولات من وجهه نظرك، واهم اللقطات او اللحظات اللي كان فيها تالق وتوهج لاحمد صديق؟ لا والله كل البطولات مهمه، انت بتلعب في نادي كبير، يعني بالنسبه لي تاريخ. لا بس في بطوله بالنسبه لك كانت في لحظه من اللحظات بعيده قوي وقدرت الفرقه تكسبها، او في بطوله انت كان يعني مشاركتك فيها وبصمتك فيها كانت واضحه بشكل كبير قوي؟ لا طبعا، يعني بالنسبه لنا احنا كجيل كمان فرق معانا كتير جدا بطوله افريقيا 2006 ماتش الصفاقس. فرق معانا بشكل كبير جدا، لانه غير من فكرنا احنا كلعيبه، وغير من فكر الجمهور بالنسبه لنا. بعد كده رحت اليابان، الماتش ده نموذج على روح الفانيلا طبعا. طبعا يعني لا حقيقي. وهو الامانه برضو يعني زود من مكانه النادي بشكل كبير جدا. انت قبلها كنت في كاس العالم للانديه كنت واخد تقريبا مركز خامس او سادس. لما تروح البطوله بعد ما تكسب ماتش الصفاقس ده وتروح تاخد برونزيه كاس العالم للانديه، فلا حطينا في مكانه ثانيه. خدنا السوبر افريقي، يعني احنا في تقريبا في شهر خدنا حوالي بطولتين ثلاثه في الشهر ده. برضو من البطولات المهمه جدا طبعا مباراه كاس مصر 2007 مع نادي الزمالك 4-3، مباراه شهيره دي برضو من البطولات المحببه ليا بالنسبه لي بشكل شخصي. طبعا الحمد لله الواحد كمان كان ليه دور مؤثر فيها الحمد لله. فمن المباريات الحلوه الممتعه اللي في نفس الوقت هي دي بقى يعني حضرتك انت لو بصيت للمباراه دي هي دي ثقه الفوز. كنا متعودين على المكسب باستمرار، بيجي فيك جون ولا في مشكله خالص، بتتعادل الثاني الثالث مفيش مشكله خالص وبتكسب. فهو ده اللي الواحد ان شاء الله متعوده على لعيبه النادي الاهلي، وهو ده اللي يحصل الفتره الجايه. ايه قصه بقى يعني انت من اكتر اللعيبه اللي سابت النادي ورجعت النادي وسابت النادي ورجعت النادي، احكي لنا انت الاول بدايتك ايه، قصه انتقالك للنادي الاهلي؟ لا انا طبعا انا من ناشئين الفيوم. نادي المحافظه عندنا في الفيوم الحمد لله، كان يعني من الاماكن اللي الواحد بدا فيها بشكل كويس. يمكن ربنا كان موفق الواحد الحمد لله، يمكن لعبت فريق اول ممتاز به وانا عندي 16 سنه، لعبت 3 مواسم، يمكن كان بيجي لي عروض كتير جدا في الفتره دي. لكن النصيب ان الواحد يفضل لحد ما عندي وانا 19 سنه. رحت منتخب اولمبي من خلال نادي الفيوم. بعد كده في الموسم ده رحت بقى النادي الاهلي، لعبت موسم كانت الدنيا صعبه شويه في النادي. الموسم ده الامور ما كانتش مظبطه شويه، حتى في نهايه الموسم جابوا بقى لعيبه كتير جدا، جابوا مستر مانويل في شهر واحد، لعبت معاه مباراتين تقريبا ودخلت معاه مباراه الكاس. كان صعب الراجل في الاول يعني التعامل مع مانويل جوزيه؟ لا خالص. بص خالص. من الشخصيات اللي بجد اي حد يبقى مبسوط جدا يتعامل معاها. هو يبان على الشاشه وفي الملعب على الدكه يعني؟ لا خالص. الموضوع شخص حاد. لا الموضوع مختلف تماما يا زحمه تمام. بجد يعني. وبعدين هو عنده ميزه وده اكيد كل الناس بتتكلم فيها. هو بيبقى عارف بيتعامل مع اللعيب ازاي. عارف انا عايز من ابو تريكه ايه النهارده فهاخده. ايوه. عارف عايز ايه من بركات النهارده هاخده. هو ده السيستم بتاعه اللي كان بيفرق كتير جدا. حتى لو سالت هتلاقي ناس كتير جدا من اللي ما كانتش بتلعب ما كانش عندها مشكله معاه. بالعكس حابب ان العب وعايز العب، ده طبيعي جدا في الكوره، ولكن ما كانش فيه مشكله شخصيه خالص يعني. لكن الامور بالنسبه لي كانت صعبه شويه لان انا كنت لسه ناشئ، كنت جاي اعاره من نادي الفيوم للنادي الاهلي. في نهايه الموسم جابوا لعيبه كتير جدا، عماد النحاس ومع حفظ الالقاب يعني، واسلام الشاطر ومحمد بركات وتريكه جاب شهر واحد ورجعوا حسن مصطفى، يعني جابوا لعيبه كتير جدا في الموسم ده. فالامور كانت صعبه بالنسبه لي، لكن الحمد لله ربنا وفقني ان انا قدرت اختار بطريقه كويسه، ورحت اسمنت اسيوط موسمين من نادي الفيوم بقى، اشتروني بيع وشراء نهائي من نادي الفيوم. رحت اسمنت اسيوط سنتين الحمد لله ربنا كان موفق فيهم بشكل كويس قوي. مكان محترم جدا الاسمنت، شركه محترمه وساعدتني بجد ان الواحد
يطلع كل اللي عنده. كان معانا جهاز فني محترم الدكتور جمال محمد علي والناس في الاداره في مجلس الاداره كله بتاع الشركه يعني بصراحه يعني من الاماكن الواحد يتمنى بجد انها تفضل موجوده في الدوري الممتاز. اوكي شركه محترمه وملاعب. رجعت الاهلي ازاي تاني بقى؟ ربنا وفق بعدها بموسمين اديت بشكل كويس جدا الحمد لله. كان بدا يبقى فيه مفاوضات وكلام من اكتر من نادي لكن حمدت ربنا الحمد لله ان كان من ضمنهم النادي الاهلي وكان الاولويه طبعا النادي الاهلي يعني. عشان انت اهلاوي؟ طبعا. دي تاني مره دي ترجع فيها النادي مرة. الاهلي قعدت بقى ثلاث مواسم دول الحمد لله من افضل ثلاث مواسم بالنسبه لي. والحمد لله الواحد حضر زي ما انت بتقول تاريخ وجيل ذهبي. ايوه يعني انا بحمد ربنا جدا جدا ان انا حتى لو ما لعبتش غير مباراه واحده مع الجيل ده كنت هبقى سعيد جدا. صحيح. لكن الحمد لله الواحد يبقى ليه دور وثلاث مواسم متتاليه وناخد تقريبا في الثلاث مواسم دول حوالي مش لا يقل عن 14 بطوله في الثلاث مواسم. يمكن احنا كنا بندخل خمس بطولات في الموسم بناخد خمسه دوري وكاس وسوبر مصري وسوبر افريقي وبطوله افريقيا موسمين بالشكل ده ورا بعض يعني. ايوه لعبت ثلاث مواسم الحمد لله. ولكن بعدين رحت الاسماعيلي. رحت الاسماعيلي بعد كده ثلاث مواسم من الاماكن برضو اللي انت عارف كره الاسماعيلي يعني مش هنتكلم عليه كتير لانه برازيل مصر. طبعا طبعا من الاماكن برضو الحمد لله الواحد ليا الشرف اني اتواجدت فيها. ساعدوني بجد برضو ان انا يبقى عندي هدف ان انا احققه وان انا ارجع النادي الاهلي تاني. اديت معاهم ثلاث مواسم الحمد لله بشكل كويس قوي. رجعت بعد كده النادي الاهلي موسم ولكن الامور بقى ما كانتش مظبطه شويه فالحمد لله. راضي عن مشوارك مع النادي الاهلي ولا حاسس انه يعني كان نفسك في مساحه اكبر او لا يعني راضي. راضي جدا جدا لكن كنت اتمنى اكتر من كده اكيد. أيوه. لان اللي بيلعب في النادي الاهلي ما يتمناش ابدا ابدا انه يلعب في مكان غيره. بجد يعني مش الكلام ده مش كلام شعارات ولا كل الناس بتقول دي حقيقه. يمكن بيجي ناس وبتشوف انت يمكن تصريحات ان ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره. لكن انا مش بقول كده بالظبط لكن بقول ان لا النادي الاهلي حتى لو يوم واحد فيه فيكفي بجد ان انت تحس ان انت عملت تاريخ. لكن الحمد لله اكتر من موسم اكتر من بطوله فبحمد ربنا عليه الحمد لله. دي قصتك مع الاهلي جوه المستطيل لكن انت قصه مستمره يمكن كتير من جمهور الكوره ما يعرفش ان قصتك مع الاهلي مستمره اكتر من كده وانت واحد من اللعيبه اللي متولين مسؤوليه فرقه 2006 اعتقد 2006 مع كابتن سيد غريب. قول لي بقى انا عارف انه في اهتمام كبير جدا من النادي بقطاع الناشئين لسه الراجل تشيكي لسه طبعا كابتن خالد بيبو رئيس القطاع وفي راجل تشيكي اللي تولى المسؤوليه بتاعه القطاع. نظرتكم ايه او بتشتغلوا ازاي في قطاع الناشئين الفتره اللي جايه؟ لا يعني هو كان انا بالنسبه لي كمان كانت البدايه ان انا كنت مدير اكاديميه الاهلي في الامارات موسمين. بعد ما بطلت مباشره كان ليا الشرف الحمد لله ان انا برضو افضل متواصل ومنتمي للنادي الاهلي حتى في الشغل ودي ساعدتني وهتساعدني كتير جدا انا عارف اللي جاي ان انا بدات بعد ما بطلت مباشره ان انا ابدا مدرب في اكاديميه الاهلي في الامارات بعد كده موسمين مدير الاكاديميه الحمد لله ومن المواسم اللي ساعدتني وخدت خبرات كتير جدا في الشغل. بشكر الناس كلها هناك وبتمنى لهم التوفيق. بعد كده السنه دي بقى في القطاع مع كابتن خالد. لا انا سعيد ان انا موجود السنه دي في القطاع. مش انا بس انا وكل المدربين اللي موجودين. ايه اللي فرق السنه دي يعني عن لا يعني قبلها. البدايه مختلفه تماما مع احترامي الكامل لكل المواسم اللي فاتت في القطاع لكن احنا شايفين الدنيا مختلفه تماما. كابتن خالد ماشي معانا بشكل كويس جدا موفر لنا كل الامكانيات اللي ممكن نكون احنا محتاجينها كبدايه كمان واكيد لسه اللي جاي اكتر من كده. يمكن حتى احنا مع اجتماع مجلس الاداره رئاسه الكابتن الخطيب اول يوم ولجنه التخطيط اتكلموا معانا بكل وضوح ان احنا عايزين السنه دي تبقى مختلفه. حتى عشان كده يمكن حصل دمج في بعض الفرق هم عايزين يركزوا اكتر. فكره مش فكره عدد فرق او عدد لعيبه قد ما فكره ان احنا الكواليتي يبقى كويس. أيوه. فعشان كده يمكن في ثلاث فرق عملوا دمج مع ثلاث فرق تانيين بقى الموضوع اقل بكتير جدا. وده فعلا هيساعدنا في الشغل. ده هيساعدنا في الشغل وفي الامكانيات اللي هتبقى متاحه. الامور بدأت بشكل كويس جدا جايبين مدير فني للقطاع اجنبي. كل بمناسبه كلامنا يعني قطاع الناشئين يعني كل فتره طويله بنشوف القطاع بيطلع للفريق الاول. انا عارف انه يعني متفاهم جدا انه الاهلي فريق زي ما انت قلت بينافس على كل بطوله وبالتالي عايز كل لعيب سوبر في مركزه. ده الى حد ما بيظلم اللعيبه الصغيره اللي لسه طالعه بينقصها شويه خبره بينقصها شويه يعني ارتقاء في مستواها من ناحيه التاكتكس ومن ناحيه الشغل البدني. لكن ليه كل فين وفين لما بنلاقي موهبه حقيقيه طالعه من 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 قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ لا هو زي ما انت قلت عشان النادي الاهلي بيبقى كل تفكيره وتركيزه في البطوله ما عندوش وقت انه يجرب او انه يدي فرص كتير. وبالعكس لو بصيت برضه في المقابل هتلاقي في لعيبه موجوده. أيوه. محمد هاني من القطاع، ايمن اشرف من القطاع، رامي ربيعه من القطاع، مش يعني حسام عاشور من القطاع. يعني حتى لو تتكلم عن دلوقتي العربي بدر موجود من القطاع، مصطفى شوبير في موجود ناس كتير جدا في. أيوه. فخري موجود بالعكس. بس هي الفكره ما هو برضه انت حضرتك النادي دلوقتي بقى بيفكر بسياسه مختلفه وفرقه كتير جدا. فكره الاعراض انت بتدي فرصه للشباب انه بياخدوا
فرصه اللعب والاحتكاك وبعد كده بترجع منه ناس كتير جدا. ايوه في يعني منهج جديد خليني اقول بالنسبه للعيبه الصغيره بالذات كمان. انت عارف انه تجارب الاحتراف اللي في اوروبا للعيبه المصريين بقت تجارب ملهمه، يعني إن اعتقد انه كتير النهارده من اللعيبه كان زمان مثلا من 10 سنين اللعيبه المصريه نفسها تحترف في اي نادي في اوروبا، يعني يروح يلعب في اي نادي في اي دوري، لكن النهارده اللي عمله حد زي صلاح واللي عمله حد زي تريزيجيه التفكير طبعا غير تماما. اللعيبه النهارده سقف طموحاتها سقف الطموح عالي جدا طبعا. تفتكر عندنا مواهب تصلح انها يعني بنشوف دايما دول في افريقيا، حتى مش هقول دول كبيره زي غانا والسنغال وكوت ديفوار والكاميرون، لا بكلمك على دول ما لهاش تاريخ قوي في الكوره وما عندهاش فرق بتنافس في بطولات افريقيه بتقدر تطلع لعيبه كتير في اوروبا. بس يا صاحبي الفكره في الدول الافريقيه الموضوع مختلف بالنسبه لها شويه، ان الولاد الصغيرين دول في افريقيا بيروحوا هم مع نفسهم من بدري قوي وبيعيشوا كل المراحل دي، لكن انت هنا في مصر لا بتحاول تطلع لعيب الجاهز شويه او اللي بقى عنده الخبرات او عنده الامكانيات انه يقدر يروح مكان كويس بره يحترف بره. صلاح ادى دوافع كبيره قوي للعيبه كتير جدا، تريزيجيه نفس الشيء، بقى عندك الفكر اختلف. انت كان عندك ميزة. حلم لا انت شخصيا يا احمد كان عندك حلم طبعا اي ده حلم صح لاي حد. اي حد اي حد نفسك تلعب فين؟ لا مش اقدر اقول فين، لكن انا بشجع ريال مدريد طبعا. كنت اتمنى تلعب في ريال مدريد. لا طبعا انا كنت اتمنى ريال مدريد اي حد في الدنيا، لكن انا طبعا من مشجعي ريال مدريد جدا، كنت اتمنى حاجه زي كده. ولازم ده يبقى هدف عند كل اللعيبه، يمكن احنا من دلوقتي بنحاول نحط الهدف ده بالنسبه للعيبه الصغيره اللي معانا في القطاع، كل المراحل السنيه المختلفه، كل خلاص بقى عندك هدف ان انت دلوقتي لا ايه المشكله نطلع فريق اول وعندي 16 سنه. رمضان طلع هو كده، ايه المشكله نطلع وانا عندي 17 سنه او 18 سنه، محمد هاني طلع كده، فعندك امثله تقدر توصل المعلومه للعيبه في القطاع انك لا خلي عندك هدف وطموح بالعكس هتوصل. طيب اتكلم معاك شويه في مشوار افريقيا، عندنا ماتشين مهمين جدا مع الوداد، هنروح المغرب الاول وبعد كده نرجع نلعب في مصر ان شاء الله نتاهل نوصل النهائي. شايف فرص الاهلي فيه؟ خلينا نتكلم على قبل النهائي الاول ازاي. طبعا مباراه فاصله مهمه جدا جدا، الوداد فرقه كويسه فرقه محترمه، بنسمع كتير ان الناس كلها بتساعدهم، لكن ده مش هيأثر علينا ابدا ان شاء الله، لان احنا عندنا هدف. يمكن النادي او سيستم النادي بقاله فتره مركز جدا. لعبت في المغرب قبل كده كابتن احمد؟ لعبت في المغرب اكتر من مره. لكن الاجواء هنا صعبه جدا. أيوه. شمال افريقيا كله معروف ان الاجواء هناك صعبه جدا. لكن الحمد لله الاهلي عنده الخبرات، عنده لعيبه دوليه متعوده على كل ده، في ناس كتير جدا في الجهاز متعوده على كل الاجواء دي. ده بالعكس. طبعا احنا شايفين على الشاشه جون تريكا في الصفاقسي، انا في فاكر كويس جدا في اللحظه اللي قبل جول ابو تريكا، قبل ما شادي يرفع الكوره من 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 ورا من عندنا، في اللحظه دي انا يعني بصراحه كنت قمت سقفت لعيبه، لان اللعيبه كانت عامله ماتش حلو جدا في الماتش ده، يعني ما حدش يقدر يلومهم على خساره البطوله. قبل ما الجون بتاع ابو تريكا يجي مفيش بثواني كنت واقف وخلاص بسقف للعيبه وبقول لهم شكرا عملتوا اللي عليكم وزياده. هوب جت لحظه من اللحظات، انا بيتهيألي مفيش لحظه، انت عارف بيقول لك الثالثه شمال بنهز جبال، انا بيتهيألي انه صوت فرحه جماهير النادي الاهلي بالجون ده في اليوم ده هزت جبال بالفعل. بالفعل زي ما حضرتك بتقول، ان حتى لو ما كانش ربنا قدر المكسب كنا احنا نبقى راضيين جدا، لان عملنا مباراه كويسه، عملنا كل اللي علينا، لكن احنا ما كانش عندنا تعرضتوا لاستفزازات كتير كمان سمعت في بس يعني اقل بكتير قوي اللي بيحصل دلوقتي. يعني اقل بكتير جدا من اللي بنشوفه مثلا في مباراه الترجي لما هشام يتعور او مواقف كتير اللي بنسمعها دلوقتي، لكن احنا ما فقدناش ثقه الفوز ابدا حتى في المباراه دي، لان احنا حتى على مشوار البطوله كله كنا ماشيين بشكل كويس جدا، كنا شايفين من وجهه نظرنا ان احنا نستحق البطوله، عشان كده ربنا كرمنا بيها في النهايه. بيقولوا انه جزء كبير جدا من او سبب رئيسي من اسباب انتصارات النادي الاهلي هي روح الفانيلا الحمراء، اللي كتير من الناس ما بتفهمهاش وما بتستوعبهاش وما بتعرفش تترجمها. هي روح الفانيلا الحمراء دي بتيجي ازاي وبتتزرع ازاي وبتتخلق ازاي جوه عقل وفكر ومشاعر واحاسيس اللعيبه؟ من كل حاجه بتشوفها في النادي، من مجلس الاداره بتشوفه بيتعامل ازاي، بيفكر ازاي، بيمشي اموره ازاي، بيحسب الامور او بيفكر في الامور وبياخد القرارات ازاي، بتشوفه من مدربين موجودين، بتشوفه من عمال موجودين. اترجمت معاك في الملعب انت شخصيا يا احمد؟ طبعا. يعني ايه اللحظه اللي انت حسيت انه مكسب او جون معين بالنسبه لاحمد صديق، يعني مش بتكلم في الاهلي، بالنسبه لاحمد صديق شخصيا، يعني اللحظه اللي حسيت فيها ان روح الفانيلا الحمراء كانت سبب في يعني فرق معين او حاله معينه قدمها احمد صديق في ماتش او في بطوله؟
يعني زي ما انت لسه شايف هدف الصفاقس ده. لا بس هدف الصفاقس ده ده احطه لابو تريكا. لكن بالنسبه لصديق ايه اللي بالنسبه لك كان بصمه روح فانيلا حمراء فعلا؟ مباراه النهائي كاس مصر اهلي وزمالك 2007. يعني انا مش شايف ان المباراه دي فرقت معانا كتير جدا جدا. ظروفها انت كنت على طول مع احترامي الكامل لنادي الزمالك كنت انت راكب الفرقه على طول بتكسب باستمرار نادي الزمالك في كل المواسم اللي قبل كده. المباراه كانت رايحه وجايه وهم كانوا اقرب للفوز، فده اكبر دليل ومثال ان روح الفانيلا كان موجود معانا في المباراه دي. وامثله كتير جدا. البلس 90 دقيقه يا احمد الفكره مش بتيجي كده وخلاص على فكره. ومش بتيجي ان انا في الماتش كنت كويس فهكسب في الدقيقه 90، لا مش كده خالص. ده مجهود وشغل والناس من بدايه واصرار وعزيمه طبعاً. وايمان بفكره انه انت الاخر لحظه والاخر نفس في امل موجود طبعاً. وعندك هكسب. القدره أنا عايز انك أكسب. انت تكسب. بص احمد يمكن في حاجات كتيره جدا كواليس الناس كتير ما تعرفهاش. أيوة. يمكن احنا موجودين في الثلاث اربع مواسم اللي هو مثلا من 2005 لحد 2008 او حاجه زي كده. احنا بينا ونفسنا جوانا لما كنا بنتعادل ماتش ما كناش بنرضى نخرج من البيت. يعني كنت ممكن تبقى كسبان 10 ماتشات متتالي وديك ماتش تتعادل، احنا من جوانا بنبقى اخرج لو حد شافني في الشارع اقول انا اتعادلت ليه. الناس مش متعوده على كده. فلا ده 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 سيستم النادي وده تفكير. لو حضرتك اتواجدت في النادي في قطاع ناشئين في فريق اول مش هتلاقي غير الثقافه دي بس اللي موجوده. مين اقرب ناس من جيلك ليك؟ يعني مين بتربطك منهم بيهم علاقه سواء كنتوا يعني ساعه لما كنتوا مع بعض في الفرقه ولغايه دلوقتي ممكن تكون مستمره؟ لا في ناس كتير، يعني في مثلا بركات وتريكا و سيد معوض، وائل جمعه على فترات، اينو طبعا، احمد اينو معاك في القطاع برضو صح؟ اينو معانا في القطاع ماسك 2001 مع كابتن ياسر رضوان. لا في ناس كتير مش عايز انسى حد، لكن في احمد فتحي طبعا، شريف اكرامي، وليد يعني كل الناس عشان ما انساش كل الناس. الحمد لله يمكن دي من الاسباب كمان يا احمد اللي كانت بتخلينا فعلا نحب بعض وبنكسب في اي وقت، ان فعلا في حب وترابط كان كبير جدا بين اللعيبه وبينهم وبين بعض. أيوة. يعني بمناسبه كلامنا عن الناشئين، ناس كتير جدا يعني طبعا احنا لظروف كتير جدا السبع او ثمان سنين اللي فاتوا ده اثر بشكل كبير على الكره وعلى الرياضه في مصر. منتخب بعد فتره تالق وتوهج في نفس الفتره بالمناسبه اللي كان اهلي فيها مكسر الدنيا يعني، وكان بدال كتير جدا ان المنتخب بيكسب عشان الاهلي كويس حقيقي. او معنى صح عشان الناس ما تاخدش كلامي غلط، ان لعيبه الاهلي لها دور كبير جدا في حقيقي فوز المنتخب حقيقي. هي كانت فتره ذهبيه طبعا. بشكل كبير للكره المصريه وللاهلي، واكيد الاثنين مرتبطين ببعض، بس مش دي النقطه. ازاي تستعيد توهج ده مره ثانيه بعد فتره من فترات عدم الاستقرار، بعد فتره من يعني مش هقول تراجع بس على الاقل تقدير احنا مش موجودين بنفس الخروج كمان بطوله افريقيا على وسط جمهورك وعلى ارضك، دي برده من الامور اللي كانت صعبه جدا طبعا. لا هو انا المشكله كمان يا احمد حتى في طب انا هستاذنك قبل ما نرجع عشان موضوع الكره المصريه ده ممكن ياخدنا شويه، خلينا نقول الو كده في حد حابب يكلمك على التليفون، نشوف هتعرف صوته ولا لا. ان شاء الله نعم. استاذ احمد حضرتك مساء الخير، اهلا وسهلا. مش عايز اقول اسمه ولا اقول اسمه اقول عشان نعم. كابتن احمد عادل معانا على التليفون، اهلا وسهلا يا كابتن احمد. حبيبي سعداء بسماع صوتك. ويا وحبيبي وعشره عم وخد ازيك يا دوله حبيبي عامل ايه يا حبيبي؟ نور شاشه بيتك حبيبي يا دوله، ربنا يخليك يا عادل حبيبي. عامل ايه وحشني؟ وانت يا استاذ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عادل. وانت عارف ان انا بحب لك الخير دايما يمكن اكتر مثال يا استاذ احمد على فكره ان الحب كان موجود. يعني انا وعادل بنلعب نفس المكان. أيوة. بكرهيته وبكرهيته طبيعي يبقى في منافسه وطبيعي يبقى في بص هو يشهد على كلامي ده اولا. كنا مع بعض مثلا بنبات مع بعض باستمرار ما بنسيبش بعض في اي خروج، يا اما انا عنده يا اما هو عندي كده، بس يعني اساله هو ياكد كلامي ده حقيقي يا كابتن احمد. كابتن احمد معانا على التليفون. طيب واضح انه في مشكله في الاتصال، هنحاول نرجع لكابتن احمد مره ثانيه، بس ده مش طبيعي يا كابتن احمد لما معاك حد في نفس المركز لازم تشغل عليه ولازم لازم تضايقه. ان شاء الله لما الاتصال يجي ان شاء الله هو هياكد لك كلامي ده. لا بالعكس مش بص يا زحمة، هو ده الطبيعي المفروض موجود في الكوره عموما. اصل يعني انا مش انا اللي بلعب نفسي ولا هو اللي هيلعب نفسه. في جهاز موجود وفي مدير فني موجود، انا علاقتي بيك كشخص صديقي او صاحبي او زميلي في الملعب مش هتاثر في حاجه. يبقى ايه المشكله ان انا وانت نبقى كويسين واللعب ده
في ناس تانية مسؤوله عنه غيري وغيرك. أيوة. فده اللي كان موجود بالفعل يعني كل الناس بتحب بعض. لا بس الروح اللي انت بتقول عليها دي يعني ما بتبقاش على طول هي القاعده، غالبا بتبقى الاستثناء يعني لا ما هو بس انا بقول ده الطبيعي ان يبقى موجود. يعني الناس لو بصيت للموضوع بشكل اوسع شويه مش هيلاقوا غير كده. هو رجع لنا مره ثانيه كابتن احمد عادل، اهلا بيك يا كابتن احمد مره ثانيه. اهلا وسهلا. كان بيقول انه حضرتك يعني لما احمد صديق بينزل الملعب كنت بتبقى مضايق وعلى طول بتشتكي في وسائل الاعلام المختلفه وعامل مشاكل مع مدير الفني عشان انت لا بص يا استاذ احمد، اللي كان البطولات دي ما كانتش من فراغ، الحب اللي كان بيننا وبين بعض لما بنتكلم في اوضه لبس، كان في اوضه لبس النادي الاهلي دي الحاجه اللي يعني حاجه عندنا في الكوره، الحب اللي كان بيننا لما بتتكلم ان انا بسيب شقتي وبقعد مع احمد صديق في الشقه، وفي نفس الوقت احنا قاعدين يعني بنلعب في مكان واحد زي ما بقول لك صديق، فالحب ده هتلاقي ليه نتاج بطولات وليه نتاج لتاريخ الحمد لله عملناه مع بعض. لما بتتكلم في ان يبقى في مكان واحد احمد صديق، احمد عادل، اسلام الشاطر، محمد بركات، احمد فتحي، هنا النجاح، هنا الحب. يعني اي حد صديق يلعب، احمد عادل يلعب، اسلام الشاطر، كنا بنحب الخير لبعض. ان احنا هدفنا واحد، اجتمعنا على هدف واحد، ان احنا ازاي ندافع عن كيان النادي الاهلي، ومسؤوليه كبيره علينا كلعيبه، واحنا النادي الاهلي حطينا كلعيبه في حته ما ينفعش ان انت تفكر في تعادل حتى. كان هدفنا كلنا المكسب، احنا بنلعب على رقم واحد، بنلعب على المركز الاول، ما فيش حاجه عندنا كان اسمها المركز الثاني او تعادل، ده كان باين في اللائحه بتاعت النادي الاهلي. يعني زي ما بقول لك صديق، كنا كلنا مجتمعين على هدف واحد، ان ازاي نحط النادي الاهلي ده في احسن مكان في افريقيا. ايه اللقطات يا كابتن احمد اللي تفتكرها لصديق في الملعب؟ يعني ايه الماتشات او اللقطات او اللحظات اللي بالنسبه لك كنت بتتفرج على كابتن صديق وشايفه في لحظه ما تتنسيش يعني؟ لا بص انا ممكن اقول لك في الغرف المغلقه. يلا معاك طبعا. جدا. اي حاجه قدام الناس كانت باينه. ايوه. يعني لو اقول لك مثلا صديق من انا بدات الاقي صديق من اول الناس اللي تيجي تقول لي محتاج حاجه، مش عايز حاجه، اعمل لك حاجه، يساعدني في الاوضه مثلا مع الدكتور، بربط مثلا، هتلاقي من اول الناس اللي صديق كان بيقف يعني محتاج حاجه، وهو اصلا المفروض ممكن مش هيبدا. العكس صحيح، كنت انا لما بشوف من صديق كده لازم اعمل معاه كده يعني. أيوة. في الخير وهو بيلعب، عشان كده كان هو يلعب انا العب باي حد تاني يلعب، كنا بنحب الخير لبعض، وده بدليل ان لحد مثلا قبل صديق ما يجي معاك يعني لسه على تواصل لحد امبارح. ايوه. بنتكلم وبنسال على بعض، وهو ده اللي كان بيننا. صحيح. فده هتلاقي ليه نتاج ان كلنا بنصب تحت كيان النادي الاهلي وتحت بيتنا اللي هو النادي الاهلي. موافق على الكلام ده كابتن احمد؟ دي حقيقه يا احمد، يعني يمكن انا قلت قبل ما يقولوا، لان فعلا دي حقيقه يعني. بشكرك يعني من احب الناس ليا بصراحه. بشكرك يا كابتن احمد جدا، سعداء دايما بسماع صوتك، والحقيقه ده نموذج، وده يمكن يكون مثال بيلخص الحاله اللي بتجمع بين لعيبه النادي الاهلي، اللي المنافسه بينهم بتصب في النهايه لمصلحه الكيان. انا يمكن من اسمح لي كابتن احمد من لحظات كده كنت بتكلم، يعني الكلام جابنا على كره بتاعت عبد الشافي ووليد سليمان امبارح، وطبعا اتمنينا مره ثانيه بكررها، نتمنى الف سلامه طبعا لكابتن عبد الشافي. والحقيقه يمكن بمناسبه كلامي على، وهو طبعا يعني الناس اللي بتلعب كوره او الناس اللي فاهمه كوره شايفه ان الكوره ما فيهاش اي تعمد من اي نوع في ما يتعلق بالايذاء، كوره مشتركه بين اثنين لعيبه طاروا في الهواء نتج عنها اصابه كابتن عبد الشافي اللي بنتمنى له الف سلامه. والنهارده كابتن وليد سليمان كان بيزور محمد عبد الشافي في المستشفى، يعني اللقطه اللي حضراتكم هتشوفوها دي صوره من زيارة كابتن وليد سليمان، ودي الروح على فكرة في إطار أنه المنافسة دايما لابد أنها تكون شريفة، وأعتقد أنه على مستوى اللعيبة وحتى على مستوى الجماهير، يعني سيب حضراتكم من الاستثناء أو من الناس القليلة اللي بتحاول تحول ده لحالة حرب، دول مش شبهنا، الناس دي مش طريقتنا ومش أسلوبنا، احنا اللي اتعودنا عليه طول عمرنا انه الاهلي والزمالك حبايب وقرايب واهل واصحاب وجيران، ومفيش ما يمنع من شويه مناكفات او شويه هزار، لكن الكوره مش ممكن تكون سبب في انها تفرق بين الناس وبعضها ابدا. ده اللي احنا اتعلمناه، وده اللي احنا نعرفه، وده اللي احنا هنفضل مقتنعين بيه. واعتقد ان الروح دي يا كابتن احمد برضو بين اللعيبه وبين بعضها
يعني مش محتاجه كلام يعني هي بتهيألي بينك وبين الجيل اللي لعب في الاهلي والزمالك اعتقد دي كانت الروح السايده دايما بين اللعيبه. لا صح ولحد دلوقتي على فكره اللعيبه دي زمان في المنتخب اللعيبه دي تخرج مع بعض كل يوم. أيوة. مفيش الكلام ده خالص. في الملعب انا عايز اكسب وانت عايز تكسب صحيح، لكن بكل الروح الرياضيه وده حقك وده حقي، التنافس الطبيعي جدا جدا، التنافس المشروع. لكن غير كده يمكن من بعد المباراه ما بتخلص ممكن تلاقي اثنين واحد اهلي وزمالك خارجين مع بعض. ايوه مفيش مشكله خالص، يعني الكلام اللي بنسمعه ده مستحيل يكون طبيعي ولا ينفع يكون موجود. حتى يعني عبد الشافي ده بنقول له الف سلامه طبعا، طبعا لانه ناس مؤدبه جدا جدا، طبعاً طبعاً الناس المحترمه واللعيبه اللي تحب انك حتى تقعد معاها. أيوة. يمكن اتزاملت انا هو في منتخب عسكري في كاس عالم قبل كده، لا من الناس اللي بجد بجد الناس مؤدبه جدا. وزي ما بقول لحضرتك وزي ما انت بتقول يا استاذ احمد ان لا مفيش كده خالص. انا وانت اصحاب الملعب، بتلاقي اثنين اخوات بيلعبوا ضد بعض. صحيح. ايه المشكله؟ هل بعد المباراه بيتخانقوا او بيحصل كده ولا في حاجه خالص؟ صحيح. ارجع لافريقيا سريعا جدا تاني وتقول لي يعني رؤيتك لماتشات الاهلي في البطوله، لو وصلنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نوصل لفاينل افريقيا، شايف مين الفريق يعني اللي كفته ارجح يقابل الاهلي في النهائي، زمالك ولا رجاء، ومشوار الاهلي وفرصه في البطوله؟ هي المباراتين صعب. ايوه يعني مباراه الاهلي ومباراه الزمالك صعبه جدا، نتمنى التوفيق برضو، يعني زي ما بقول ان شاء الله نتمنى احنا نبقى في النهائي، نتمنى برضو نادي الزمالك يبقى في النهائي. طبعا مفيش طبيعي جدا ده طبعاً. حاجه يعني تشرف الكره المصريه عموما. لكن المباراتين صعبه جدا، اجواءهم صعبه، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا واثق وكلنا واثقين وثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان شاء الله يعدوا المباراه اللي قبل النهائي ويلعبوا النهائي ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. النهارده ماتش مهم جدا هتفرج عليه؟ اكيد طبعا ان شاء الله. بي اس جي ولا بايرن ميونخ من وجهه نظرك؟ يعني انا ولا ده ولا ده قوي، بس هتفرج للمتعه يعني ان شاء الله. يعني كان نفسك مين يبقى في اكيد الريال طبعا. الريال طبعا طبعا. بس او ليفربول، يعني الريال او ليفربول. يعني الريال خرج على ايد مانشستر سيتي، اللي خرج على ايد ليون، اللي خرج على ايد البايرن، فطبيعي يبقى انت مع البي اس جي. هو البايرن اقوياء جدا السنه دي، يعني البايرن اقوياء جدا، انه يكسبوا برشلونه 8 دي يعني هزيمه للتاريخ يعني. لكن المباراه النهائيه عموما بتبقى صعبه، مباراه واحده بتبقى صعبه جدا يعني. ما تقدرش تقول مين يكسب. هتتفرج مع مين النهارده كابتن احمد؟ في البيت ان شاء الله باذن الله. في البيت ان شاء الله. قول لي من قطاع الناشئين تقول لجمهور النادي الاهلي استنوا مين في السنوات القادمه؟ لا مش عايز اقول اسماء، لان ان شاء الله القطاع فيه لعيبه كتير جدا مميزه بكل المراحل المختلفه، لكن اللي نقدر نقوله ان شاء الله ان احنا السنه دي القطاع يبقى بشكل مختلف جدا جدا. ان شاء الله نقدر في نهايه الموسم ان احنا نقول عندنا اكتر من لعيب نقدر يطلع الدرجه الاولى، او اكتر من لعيب هنبقى شايفين مستقبله مع الفريق الاول باذن الله. الامور ماشيه بشكل كويس كبدايه الحمد لله. ما احنا كمدربين في القطاع مبسوطين جدا من الدعم اللي موجود من مجلس الاداره ومن الكابتن خالد بيبو، يمكن حتى معانا الراجل الاجنبي، راجل محترم جدا بيساعدنا وفي نفس الوقت مدينا مساحه كبيره جدا في الشغل. كلنا حاسس موجودين. حاسس انه الراجل ليه فلسفه او ليه طريقه او ليه اسلوب مختلف. أكيد. احنا عارفين السي في بتاعه محترم جدا، وكان صاحب تجارب ناجحه جدا في مجال قطاعات الناشئين يعني. لكن انتوا شايفين انتوا يعني كمسؤولين عن الفرق المختلفه في قطاع الناشئين انه الراجل ليه فلسفه معينه او ليه طريقه شغل مختلفه؟ اكيد طبعا، يمكن حتى مجلس الاداره لما اجتمع بينا وكلام الكابتن خالد بيه معانا كتير جدا، ان احنا كمدربين عايزين نستفاد من الراجل. يعني احنا جايبين، مش فكره جايبينه للعيبه بس، جايبينه للعيبه وكمدربين نستفاد، عايزين ناخد خبرات، عايزين نتعلم، عايزين نشتغل، يبقى اشتغلنا وخدنا خبرات مختلفه. أيوة. الراجل لحد دلوقتي طبعا عنده فلسفته وعنده فكره، لكن هو لحد دلوقتي مدينا مساحات كبيره قوي في الشغل. هو من الناس الهاديه، عارف برضو عنده فكره عن العقليه او الناشئ المصري محتاج ايه وبيتعامل ازاي. ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله نلاقي كل الفرق باذن الله تادي بشكل مختلف. هدفنا ان احنا نطلع لعيبه للدرجه الاولى، لكن هدفنا ناخد بطوله. احنا كمدرب في قطاع الناشئين، لا هدفي ان ناخد بطوله، لازم اللعيب يتعود من البدايه على البطوله. صحيح، روح المكسب ان شاء الله باذن الله. ومناسبه انك انت واحد من اشهر الباكات اليمين في النادي الاهلي، عايزك تختار لي احسن ثلاثه باك يمين في مصر النهارده، مش بالضروره من الاهلي بس، بالكره المصريه بشكل عام من وجهه نظر احمد صديق. غير الاهلي يعني ولا من موجودين في الاهلي؟ لا الأهل. احسن ثلاثه من وجهه نظرك كانوا من الاهلي او من غير الاهلي، يعني مساحه الاختيار مفتوحه بالنسبه لك. يعني مين لو قلنا في منتخب مصر، مين يلعب منتخب مصر احسن ثلاثه بالترتيب؟ يعني انا شايف فتحي رقم واحد. لخبراته والادائه. فتحي موجود، محمد هاني موجود، رجب بكار ماشي بشكل كويس. موجود باسم علي لو رجع برده، واموره الفنيه مستقره زي ما الواحد متعود عليه برده، هيبقى من الناس اللي موجوده بشكل كويس جدا يعني. مش عايز انسى حد، لكن بقول دول الاسماء اللي شايفهم دلوقتي موجوده على الساحه.
شرفتنا ونورتنا في سادسها كابتن احمد. ربنا يخليك، اشكرك جدا جزيلاً. وبشكر محمد ابو علي على المجهود اللي عمله النهارده، وبشكر خالص. انت تستحق اكتر من كده الحقيقه بكتير، وبنتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديده، والنجاح يكون على نفس مستوى نجاحك جوه المستطيل الاخضر. يا رب. شكرا جزيلا، شكر جدا كابتن احمد صديق نجم النادي الاهلي، كان ضيفنا النهارده في السادسه. بكره ان شاء الله نقابل حضراتكم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي واقف دايما في ظهر فرقته وسندها حتى في اصعب المواقف والاوقات. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله، ولقاء جديد والسادسه مساء.